شكرا على الاستضافة. معكم أستاذ محمد حنشان، أستاذ علم المناخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز. إذن في أيام 16 و17 دجنبير 2020 عرفت الكلية ديال الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز تنظيم ندوة دولية في موضوع التحولات المناخية، المؤهلات الترابية والعدالة البيئية. وجاءت هذه الندوة في سياق خاص، إذ هي تتمين لأعمال مشروع بن خلدون الذي حزنا بتمويل من طرف المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني. وهذه الندوة كذلك عرفت دعما من طرف الأجنس يونيفرسيتير دو لا فرانكوفوني التي قامت بتدعيمنا كذلك بطبع هذه الأعمال ديال الندوة. هذه الندوة كان الهدف منها هو تسليط الضوء ليس فقط على التحولات المناخية، ولكن كذلك على المؤهلات الترابية التي يمكن أن تعاني من هذه التحولات المناخية، وإلى أي حد يمكن لهذه التحولات المناخية وتأثيرها العميق على الموارد الترابية من موارد مائية وغابية وتربة ومحاصيل زراعية، كيف يمكن لها أن تؤثر على هذه الموارد وأن تخلق لنا لا عدالات بيئية تتمثل مثلا في الولوج إلى الماء، في الولوج إلى الحطب، في الولوج إلى الحقول الزراعية الخصبة. شارك في هذه الندوة أزيد من 60 مشارك، كانت هناك 60 مداخلة تقريبا. هذه 60 مداخلة يعني تناولت عدة مواضيع في التحولات المناخية، في الموارد الطبيعية ومدى تأثرها بالتحولات المناخية، ثم جلسة أخيرة كانت تعلقت بمشكل العدالة البيئية ودراسة بعض الحالات. وقد ساهم في هذه الندوة متدخلين من جميع كليات المغرب ومن كليتين بفرنسا وبإسبانيا، ودامت يومين تطرح في المستقبل حول من خلال الموارد المشاكل التي يمكن ومدى خلق إكراهات يمكن أن تخلق لنا لا عدالات بيئية في عدة مناطق جبلية قاحلة شبه جافة إلى آخره. في الأيام الأخيرة تسلمنا عدة مقالات وهي جاهزة للنشر، بطبيعة الحال سوف يتم يعني تسليمها إلى متخصصين لتدارسها وتصحيحها وسيتم نشرها في المستقبل عبر كتاب جماعي مدعم كما قلت من طرف لاجونس يونيفرسيتير دو لا فرانكوفوني و لو سنتر ناسيونال دو لا ريشيرش سيانتيفيك و تكنيك. وشكرا.